مشاهدي قناه الشرق قناه شوف تيفي، عدنا في بث مباشر من قلب ملعب بشير في المدينه المحمديه. الهدف الثالث كيزيد الغضب ديال الجماهير ديال شباب المحمديه، اكيد ما كانوش كيتوقعوا هذه النتيجه بهذا الشكل هذا، كانوا كيتوقعوا الفوز، ولكن هذه هي كره القدم. كما قلنا اليوم معك وغدا ضدك، كنشوفوا الان الاغلبيه ديال الجماهير كتغادر ملعب بشير بعد تسجيل الهدف الثالث. ما كانوش كيتوقعوا هذا السيناريو، ما كانوش كيتوقعوا هذه النتيجه، ضيعوا فرص كثيره في الشوط الاول بالخصوص ضربه الجزاء، والشوط الثاني ادوا الثمن، ضربه جزاء اولى وهدف ثاني مباغت، والهدف الثالث عن طريق هجمه مرتده. وكما كتلاحظوا معنا الان مشاهدينا الكرام، جميع الجماهير كتغادر ملعب البشير بعد الهدف الثالث، اكيد صدمه كبيره وكبيره بزاف للجماهير صراحه، ما كانوش كيتوقعوا هذه النتيجه، كانوا ضاغطين في الشوط الاول، كانوا لاعبين بمستوى كبير، وكان امتصاص الضغط من طرف شباب رياضي السوان في الشوط الاول، والشوط الثاني خداو التعليمات ديال المدرب ديالهم، وعرفوا كيفاش يتحكموا في المقابله، وعرفوا كيفاش ياخذوا نقاط الضعف والقوه ديال شباب المحمديه، وسجلوا ثلاثه اهداف. واكيد سلم الترتيب غيتغير من بعد ما كانت الشباب في الرتبه 8 ب 14 نقطه، وشباب السوالم في الرتبه 11 ب 13 نقطه، الان غيتغير الترتيب ولكم صوره مشاهدينا الكرام. ومع ذلك رغم الغضب رغم النتيجه السلبيه، ولكن بعض الجماهير انها سعيده وكتشجع، ولكن الاغلبيه ديال الجماهير غادرت ملعب البشير، اكيد كل الغضب ديال هاد الجماهير صب على المكتب المسير وعلى المدرب روكي. شافوا التغييرات اللي دار، ماشي في المحل ديالها، اكيد مازال مقابلات اخرى، بطوله مازال طويله، اكيد البطوله كتطلب نفس طويل. نتمنى واحد الفريق واحد سعيد الفريقين، المقابله مازال مستمره، واكيد الوقت بدل ضائع، ما بقى غير القليل، واكيد غتسالي المقابله. كيفما قلنا الشباب رياضي السوان عرف كيفاش يتحكم في المقابله، عرف كيفاش يتحكم في المقابله، واكيد فاز بالمقابله، تقريبا حسم المقابله. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام على المباشر، صدمه كبيره للجماهير ديال شباب المحمديه، اكيد هذه النتيجه ما كانتش على البال، ما كانوش كيتوقعوا الخساره غتكون بهذا الشكل هذا الكبير ديال ثلاث اهداف لا شيء، كانوا كيتوقعوا الانتصار غيكون الصالح ديالهم من بعد ما دائم مكتب مسير عطى واحد الباديه مزيانه للجماهير، ولكن الصدمه كانت كبيره اليوم، ما كملتش الفرحه ديال الجماهير اللي جات ملعب البشير باش تشجع. اكيد فريق شباب محمديه، شباب محمديه ضغط كل ما ليه من جهد في الشوط الاول، ولكن ما استغلش الفرص اللي جاو الشوط الثاني. شباب رياضي السوالم عرف كيفاش يتحكم في المقابله، بدون واخا ما كانش حاضر معاهم عبوب كان في المدرجات، ولكن اكيد كان كيعطي التعليمات الصارمه للمساعد ديالو، واكيد التغييرات اللي كانوا في المحل ديالهم عطات الاكل ديالها، والمقابله مشات لصالح ديال شباب رياضي السوالم. حق موفق كما قلنا للفريقين، نتمناو دائما نشوفوا الفرجه، نشوفوا الاداء والنتيجه في المقابلات المقبله. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، عدد كبير من الجماهير ديال شباب المحمديه غادرت ملعب البشير. اكيد للحديث بقيه مشاهدينا الكرام، والى هنا غنختموا معكم من المباشر، ونلتقي في بث اخر ومباشر اخر باذن الله. وكما قلنا وكنعاود الذكر، النتيجه الان ثلاث اهداف ليلة شيء لصالح شباب رياضي السوالم، بدون عبوب قدروا اللاعبين انهم يربحوا، ولكن اكيد التعليمات ديالو واخا ما كاينش معاهم ارضيه ملعب، ولكن كاين معاهم التعليمات الصارمه اللي عطات الاكل ديالها، وكان الفوز مستحق لشباب رياضي السوالم. اما شباب محمديه خساره قاسيه بالعمل الملعب ديالو امام الجماهير ديالو، ومع ذلك بعض من الجماهير سعيد بالنتيجه، سعيد رغم الخساره سعيد، ومازال كي ناشطين في هذه الاثناء مشاهدينا ومتابعينا.
وإلى هنا مشاهدينا الكرام نودكم والسلام عليكم.